المرة اللي فاتت وقفنا هنا واتفقنا يعني ايه كلمة يعني ايه كلمة regular polygon. كريم، نعم يا كريم، عايز تسأل حاجة ولا عايز تجاوب؟ لا مستر، عندي سؤال. نعم مستر، هو في يونت 3 اللي علينا في الامتحان فيه، يعني هيبقى علينا بروف والبوليجون والباراليلوجرام والسبيشال كيسز ايوه الاربعه. لا وفي والالجبرا الريبيتد مالتيبليكيشن والنون نيجاتيف انتجر والنيجاتيف انتجر باور، هم صح دول اللي كده، علينا صح؟ صح كده، يعني 7 دروس، 3 الجبرا واربعه جيومتري. ماشي، ده شكرا بالنسبه مستر. للمعاصر، لكن بالنسبه لكتاب المدرسه في تقسيمه تاني. خليك بقى ما تقفلش المايك، تعال انت وحشني. استنى قول لي يعني ايه، يعني ايه كلمه ريجولار بوليجون؟ فاكر كنا بنعمل divided. هو كلامك صح طبعا، بس معناها ايه بالعربي كلمة regular polygon؟ يعني كل السايدز قد بعض وكل الانجلز كمان. اضباط يعني كلمة the regular polygon in the one in which، اقول له ايه بقى؟ اقول له sides are equal in length. ميجر ان لينث، سوري اوكي، والانجلز ها ابتدى ايكوال ان ميجر. صح كده. ذاكرت قوانين ولا لسه يا كيمو؟ ذاكرتها بس في حتة بس لسه بلعلق فيها. ماشي، شكرا يا كريم. عفوا. احمد عاطف، اتفضل يا احمد. طب عشان ما اضيعش وقت انا هجاوب. ده ميجر اوف انتيريور انجل واحده ريجولار بنتاجون. اول حاجه بقى فاهم ان البنتاجون عنده 5 سايدز، عنده 5 سايدز. قانون الريجولار هفكركم بيه بسرعه، اللي هو ان ماينس 2 تايمز 180 اوفر ان، والان دوت كان النمبر اوف سايدز، يعني 5 ماينس 2 في براكت تايمز 180 over n، أو آسف over 5 اللي هو برضو عدد ثواني، over 5 وأحسبها على الكالكوليتر هتطلع لي 108 degree. And the measure of the interior angles of the regular heptagon، الهيبتاجون ده اللي هو كان 7 sides، هعمل 7 minus 2 times 180 over 7، فهتطلع الإجابة 900 over 7. The sum of measure of interior angles، بصوا بقى الفرق بين السؤال ده والسؤال ده يا جماعة، هنا أنجل، هنا انجلز، انجلز عايز كله الصم بتاعهم كلهم، الميجر بتاع الانتيريور انجلز كلهم، انهي قانون بقى؟ اللي هو ان ماينس 2 تايمز 180، وهعوض عن الهيبتاجون ده اللي هو 7 سايدز، فهيبقى 7 ماينس 2 تايمز 180 وهيطلع 900. نبدأ في درس النهارده. ثواني يا حبيبي، أنا آسف. قولي تاني يا نور، قولي السؤال تاني يا حبيبتي. if 3a if 3a is أيوة equal equal root root 4b معلش يا نور، انت السؤال ده جبتيه then منين؟
في كده اللي هم الامتحانات بتاعت الأضواء اللي هم المجمع ده. الأضواء المجمع المعاصر قصدك. طيب بصي يا حبيبتي، هو السؤال دوت يعني انا مش بحب اقول كلمه مش عليكم، بس انتوا هتاخدوا السكوير روت ده الترم الثاني، يعني ده الدرس ده منهج ابريل. السؤال ده جه بالغلط، ده منهج ابريل مش منهج مارس، تمام كده؟ ماشي، بس احنا ممكن نقوله لك برضو. ايكوال روت ايه بقى؟ 4B 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 ولا 4B باور 2؟ 4B then AB equal كام؟ AB ايكوال كام؟ اه لا يا حبيبتي ده في منهج ابريل مش منهج مارس، يعني ما تشغليش بالك بيه خالص دلوقتي، تمام؟ ماشي، شكرا ماشي، شكرا. العفو يا حبيبتي، كله بقى ركز معايا قوي، نور اقفل المايك بتاعك. نعم يا احمد، وهناخد درس كام النهارده في الجيومتري مثلا؟ باراليلو جرام يا احمد، تمام. ماشي ايه في المايك بتاعك واعمل اوفر هاند. بصوا حبايبي، تركيز قوي قوي بقى عشان مستر رامي ايه هيقول كميه معلومات كتيره شويه، تمام كده؟ معلش انا شايف الناس يعني ندى حسن رفع عليها، معلش سوري ندى، يعني ادوني 5 دقايق اشرح وبعد كده اخد اسئله تاني. ركزوا معايا يا حبايبي، احنا هنتكلم النهارده عن انواع من انواع الكوادري لاترال. كواد ري لاترال، انا هشرح الباراليلوجرام والسبيشال كيسز بتاعته مع بعض، ماشي؟ طيب الكوادري لاترال ده حبايبي من انواعه، من انواعه من السبيشال كيسز بتاعته، هنتكلم النهارده عن الباراليلوجرام ومعلومة صغيرة خالص عن الترابيزيوم. ايه هو الباراليلوجرام وايه هو الترابيزيوم؟ بص يا حبايبي، الباراليلوجرام وده شكل الترابيزيوم. يلا انا عايز حد يتناقش معايا، ناخد مين رافع؟ يوسف اشرف، اتفضل يا يوسف. ازي حضرتك يا مستر؟ عامل ايه يا جو؟ الحمد لله كويس. ماشي، قول يا يوسف، احنا عايزين نساعد زمايلنا ونفكرهم، فاكر يعني ايه كلمة بارالل؟ اه يعني two lines never intersect. عالمي يا ابني والله، two lines never intersect، مهما ده طول وده طول من اي ناحية من الاتنين never intersect، عمرهم ما هيعملوا intersection، صح ولا غلط؟ صح. تمام، قول يا يوسف، الترابيزيوم ده، كل الناس ايده حبيبي وانا بتناقش مع يوسف وبعد كده هاخد الاسئلة. الترابيزيوم اللي قدامك ده، السايد اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده اللي هو ده، والسايد ده ينفع يتقال عليهم بارالل ولا لا؟ ينفع طبعا، لان طبعا هما بارالل، لو مهما طولتهم مش هينترسكت. حلو قوي. طب والسايد ده، والسايد ده ينفع يتقال عليهم بارالل؟ لا لا. يبقى من الاخر كده، من الاخر كده، الترابيزيوم لما يجي لي في الامتحان سؤال يقول لك كوادريلاترال، ده انا كوادريلاترال على فكره عشان عنده فور سايدز، has only only two parallel lines، دي المعلومة الوحيدة اللي علينا، دي المعلومة الوحيدة اللي علينا في البارالل، في الترابيزيوم سوري. طب في الباراليلوجرام لا، تعالى بقى حاسب، احنا عندنا شوية بروبرتيز حلوين كده. بص يا سيدي، أولا الباراليلوجرام السايد ده والسايد ده بارلل، صح يا كريم؟ صح يا يوسف سوري؟
يوسف مشيت؟ صح يا مستر. ماشي. لا انا ما مشيتش. ماشي. والسايد ده والسايد ده كمان برل. تمام. فيتقال عليهم بقى ايه؟ each. each يعني كله. each two opposite sides or parallel. parallel. تمام. طيب في معلومه ثانيه عن السايدز. قال لك قال لك قد بعض، يعني لو ده ب 10 سنتيمتر فيبقى ده كمان 10 سنتيمتر، لو ده ب 5 10 سنتيمتر يبقى ده كمان ب 5 سنتيمتر، يبقى each two opposite sides ار ايه كمان يا كريم؟ يا يوسف انا عمال اقول كريم ليه؟ معلش سوري. sides are ار equal in length. حبيبي يا جو صح. ار equal in length. عاش يا جو. طيب احنا كده خلصنا كلام عن السايدز، تعالوا كده ندردش عن الانجلز. لو الانجل ده 100 يا يوسف فيبقى اللي قصاده بكام؟ اه 100 برضو. 100 برضو عشان كل اتنين قصاد بعض ايه؟ equal in measure. equal in measure. يبقى تاني each two opposite angles are equal in measure. طيب ايه كمان؟ بيقول لك الاثنين اللي جنب بعض اللي هي دي ودي الصم بتاعتهم 180. شاطر قوي يا يوسف. البلس بتاعهم ب 180. البلس خدناها في سنه 6. البلس بتاعهم بكام؟ ب 180. فتتكتب ازاي بقى وبتيجي ازاي في الامتحان؟ يقول لك ايه؟ بتيجي بطريقتين. هكتب لكم السؤالين. يقول لك ان ذا باراليلوجرام اتش 2 H2 consecutive angles are not. هيا يوسف are ايه بقى؟ are supplementary. are supplementary. جبت منين supplementary دي يا ابني؟ من الترم اللي فات في در في الدر في الدروس اللي قوي. فات. سبلمنتري معناها ان البلس بتاع الاثنين ب 180. يعني ايه البلس بتاع الاثنين يا جماعه ب 180؟ يعني لو دي ب 100 فتبقى دي ب 80، اللي جنبها مش قدها، اللي جنبها تكمله ال 180. عشان تعرف تجيب الانجل دي في الامتحان هتعمل لي 180 ماينس ال 100 فتطلع كام؟ 80. اقول تاني السؤال ممكن يجيبها بشكل تاني. يجيبها بشكل اروش شويه. يقول لك ايه؟ ان ذا باراليلوجرام أو parallelogram A B C D measure angle A equal 100 measure angle B equals not. أنا عشان ما أتلخبطش في الامتحان هرسمهم قصاد بعض كده، هرسمهم نفسي على جنب وبصوا التسمية تبقى إزاي وركزوا في الحتة دي قوي. كله مركز؟ كله يركز قوي. A B C D. لو حد غلط وكتب A B وهنا C وهنا D المسألة هتبقى غلط. A B C D. بيقول لك إن الـ A ب 100. عارفين لو سألني على C هقول له 100 برضه قدها، لكن هو بيسألني على الـ B أجيبها إزاي الـ B بقى؟ هعمل 180 ماينس 100 بتطلع كام يا يوسف؟ 80. تمام. شكرا يا جو. ايه في المايك بتاعك؟ دي يا جماعه الباراليلوجرام والبروبرتيز بتاعته. فاضل فيها حاجه واحده بس نبقى عارفين ان الدياجونالز بتاعت الباراليلوجرام، الدياجونالز هو الخط ده والخط ده، الخط ده والخط ده مالهم بقى؟ الدياجونالز
لكن الدياجونالز مش قد بعض، مش قد بعض، واحد طويل واحد قصير، بس بيعملوا حاجه ظريفه خالص، بيعملوا حاجه اسمها بايسكت اتش اذر، يعني بيخلي الحته دي قد الحته دي والحته دي قد الحته دي. اقول تاني ان ذا دياجونالز اوف باراليلوجرام ايكوال ولا لا؟ لا مش ايكوال. الدياجونالز اوف باراليلوجرام ايكوال ولا لا؟ لا. امال بتعمل ايه؟ بتعمل بايسكت each other. انا عايزكم تاخدوا لي الصفحه دي مبدئيا كده سكرين شوت وتتذاكر زي اسمكم، تمام؟ دلوقتي هكتب لكم البروبرتيز بتاعت السبيشال كيسز بتاعت الباراليلوجرام، بس قبل ما اكتب البروبرتيز بتاعت السبيشال كيسز لو حد عنده سؤال. سيف الدين محمد اتفضل يا سيف. لا بس كنت بس عايز اجاوب. ماشي يا حبيبي، اوكي. ملك محمد اتفضلي يا ملك. نعم. ايوه يا مستر، هو انا كان عندي سؤالين كده بس هما مش في الجيومتري، هما في الالجبرا. طب قولي لي كده بسرعه، لو كانوا بسرعه ممكن نقولهم اورال عشان يعني مش همسح البورد لما اخلص اللي انا عايزه في الجيومتري. قولي كده بسرعه واحد منهم. هو بيقول لي if x equal negative 2 over 3 y equal half وz equal negative 3 over 4 find the simplest form of the numerical value of x z over y و bracket power 2. طيب بص يا حبيبتي، هي دي من الترم الاولاني ماشي، وهي بسيطه خالص. انا هكتب هنا كده في الحته دي كده، قولي كده الفاليو x z over y وكل ده باور 2 صح كده؟ باور 2 صح كده؟ ماشي. الاكس بكام؟ الاكس بنيجاتيف 2 over 3. بصي يا ستي، حضرتك هتعملي فراكشن كده زي ما هو بالظبط، وبراكت كبير كده وعليه باور 2 كده، ونيجي مكان الاكس نعمل لها براكت صغير، مكان الزد نعمل لها براكت صغير، مكان الواي نعمل لها براكت صغير، ونحط جواه الفاليو بتاع الاكس والفاليو بتاع الزد والفاليو بتاع الواي. الفاليو بتاع الاكس بكام؟ نيجاتيف 2 اوفر 3. نيجاتيف 2 اوفر 3. ها الفاليو بتاع الزد بكام؟ الزد بنيجاتيف 3 اوفر 4. نيجاتيف 3 اوفر 4. ها الواي بكام؟ الواي بهاف. هاف هاف كده، واقوم حاططها على الكالكوليتر واطلع الاجابه بتاعتي. ده من الترم الاولاني دي بس كده. بس كده ماشي. ماشي السؤال الثاني. هو شبه شويه بس. هو النيميركال فاليو بتاعت اكسبريشن. طيب اي نوميريكال فاليو بتتحل بنفس الطريقه، تشيلي كل سيمبل وتحط مكانه براكت، تمام كده؟ وفي جوه البراكت ده تحط الفاليو بتاع السيمبل. ماشي فهمت قصدي؟ اه فهمت. ماشي. طبعا مش محتاج اقول ان من غير براكت الاجابه هتطلع غلط، تمام؟ ماشي ماشي. طب مستر، هو نعم. احنا لما بنعمل مثلا يعني لو احنا عندي سؤال تاني بيقول 2 باور 5 بلس 2 باور 5 الاجابه المفروض هتبقى 4 باور 5. قولي تاني. 2 باور 5. ايوه باور 5 بلس 2 باور 5. ايوه الاجابه هتبقى ايكوال بقى المفروض ان احنا لا لا هتبقى 2 باور 6. ممكن اديك القاعده العامه بتاعت السؤال ده بسرعه برضو؟ طب ليه بقى؟ هقول لك اهو، في قانون بيقول لك ان ماشي. 4 باور اكس بلس 4 باور اكس بلس 4 باور اكس بلس 4 باور اكس، ورايا حاجه ان الفور اتكررت كام مره؟ اربع مرات، ايكوال 4 باور اكس بلس 1. اشمعنى؟ قال لك زود الباور 1. زود الباور كام؟ 1. يعني شايف الاكس دي زادت كام؟ 1. 1
فلما بتيجي كمسألة بقى بتتكتب ازاي حضرتك؟ بتيجي يقول لك ايه 3 باور 10 بلس 3 باور 10 بلس 3 باور 10 ايكوال كام؟ قولي لي انت بقى 3 باور كام؟ 3 باور 11 بالظبط كده. ف 2 باور 5 طبعا ال 3 اتكررت كام مرة؟ 3 اتكررت 3 مرات. وال 2 هتتكرر كام مرة؟ مرتين. ايوه كده. ازود الباور 1، ازود الباور ايه؟ 1. ماشي شكرا يا مستر. عفوا يا حبيبتي المستر. احمد بيه اتفضل. بس مش فاهم يعني ايه كونسكيوت. نعم مش فاهم يعني ايه كونسكيوتيف. كونسكيوتيف يعني ورا بعض يا احمد مش جنب بعض. يعني مثلا ايه؟ عارف لما مثلا انا اقعد جنبك وجنبينا وجنبك انت رهف، انا وبعد كده انت قاعد على جنبي وجنبك انت قاعده رهف، كده مين الكونسكيوتيف بتاعي؟ انا. تمام. ينفع اقول على رهف الكونسكيوتيف بتاعتي؟ لا لا، عشان انت اللي بعدي، انت اللي عليك الدور بعدي. ده كلمه كونسكيوتيف. يعني مثلا بص يا احمد، لو انا سميت شايف ده اسمه ايه، بي سي دي، السي مين الكونسيكيوتيف بتاعتها؟ دي. الدي والبي اللي جنبها من الناحيه دي او اللي جنبها من الناحيه دي؟ البي. لكن مين الاوبوزيت بتاعتها؟ الاي. ايوه كده، فهمت كده؟ تمام. طيب انا اسف حقوق عليا بجد فعلا، بس انا عشان وقت السيشن فانا ولا انا عايز اقول البروبرتيز يعني بتاعت السبيشال كيسز، هقول البروبرتيز بتاعت السبيشال كيسز عشان انا الليكتشر ظهر قدامي على الشاشه النهائي قدامها 10 دقائق والزوم يقفل يعني. فانا هقول السبيشال كيس وبعد كده اخد الاسئله بتاعتكم لغايه ما اللينك يقطع مننا كلنا. تمام. كله خد الصفحه دي سكرين شوت عشان همسحها حالا اهو. وهبعتها لكم انا دلوقتي بي دي اف على الجروب برضو بتاع الاس او ال اس بتاع التليجرام اول ما نخلص الليكتشر يعني. طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الباريلوجرام اللطيف الجميل الحلو اللي احنا كنا بنتكلم عنه من شويه ده، عنده كام سبيشال كيس يا شباب؟ عنده 2 بس. الاولاني اسمه باراليلوجرام. الباراليلوجرام ده الاولاني السبيشال كيس الاولاني ريكتانجل، والثاني رومبوس. الريكتانجل طبعا احنا عارفين رسمته، الرومبس طيب بسرعه كده هقول لكم ايه البروبرتيز الزياده اللي في ريكتانجل وفي الرومبس. بصوا يا حبايبي، خلينا متفقين ان الريكتانجل ده نوع من انواع الباراليلوجرام. انا لو خدت الباراليلوجرام ده وعملت له ابديت، يعني ايه ابديت؟ يعني اديته ميزه زياده. الباراليلوجرام الجميل ده اديته ميزه زياده، يعني ايه؟ يعني الانجل دي رحت مخليها رايت هيتحول لريكتانجل. يعني الريكتانجل كده لما يجي في الامتحان يقول لك هاز 1 رايت انجل، ده يبقى ايه؟ يبقى ريكتانجل. اقول تاني، واحد طبعا دلوقتي يفكر يقول لك ايه ده يا مستر، لا الريكتانجل عنده 4 رايت. ايوه يا حبيبي عنده 4 رايت، بس هو بيكتبها كده في الامتحان. بيكتبها لك ازاي؟ يقول لك هاز 1 رايت انجل. يبقى لما يجي يقول لي باراليلوجرام ويز 1 رايت انجل از كولد، فانا اقول له مين؟ ريكتانجل. واحد يقول لك طب ما السكوير برضو عنده رايت انجل. انا جبت سيره السكوير دلوقتي، انا دخلته في الموضوع، انا قلت باراليلوجرام هيتحول يا اما ريكتانجل يا اما
رومبس. طيب عنده ايه تاني ريكتانجل؟ ايه تاني من مميزاته؟ قال لك ان الدياجونالز بتاعته اللي هو الخط ده والخط ده ايكوال ان لينث، يبقى الدياجونالز بتاعته ار ايكوال ان لينث. تاني مميزات الريكتانجل، عنده 1 رايت انجل. لو جه قال لك باراليلوجرام ويز دياجونالز ار ايكوال ان لينث يبقى ريكتانجل. طب ايه مميزات الرومبس يا مستر رامي؟ قال لك الرومبس السايدز بتاعته قد بعض، السايدز قد بعض. بتتكتب ازاي بقى في الامتحان كلمه السايدز قد بعض دي؟ بيقول لك ايه؟ تو ادجيسنت سايدز ار ايكوال ان لينث. نقول كمان بيقول لك في الرومبس ان تو ادجيسنت سايدز ار ايكوال ان لينث. طيب الدياجونالز بتاعت الرومبس يا شباب قد بعض ولا واحد طويل واحد قصير؟ لا واحد طويل واحد قصير، فيبقى الدياجونالز بتاعت الرومبس ايه؟ الدياجونالز مش قد بعض، لكن عندها ميزه تاني، عندهم ميزه ان هما بيربنديكولار، عندهم ميزه ان هما بيربنديكولار، يبقى الدياجونالز ار بيربنديكولار. وركزوا معايا ويا شباب انت هتذاكرهم معايا في 5 دقايق، لكن لوحدك هتقعد تذاكر فيهم يومين. يلا اللي اساله وجاوب. احمد عبد الفتاح بسرعه بقى. ازيك يا احمد؟ عامل ايه يا حبيبي؟ احمد الحمد لله. باراليلوجرام ويز دياجونالز ار ايكوال ان لينث. دياجونال ار ايكوال ان لينث، ايوه يبقى ريكتانجل. ريكتانجل ده باراليلوجرام ويز تو ادجيسنت سايدز ار ايكوال ان لينث. اللي مش عارف يغش من على الشاشه عادي خالص لغايه ما يذاكرهم. هيا يلا يا احمد. رومبس. رومبس تمام. طب ده باراليلوجرام ويز دياجونالز ار بيربنديكولار. رومبس برضه. عاش. ده باراليلوجرام ويز وان رايت انجل. ريكتانجل. تمام شكرا يا احمد. ايه في المايك بتاعك؟ يلا يا ملك. طب مستر ممكن اسالك في اخر السيشن سؤال؟ طبعا يا احمد طبعا يا حبيبي. اتفضل يا ملك. ايه ده ملك فين؟ ملك اختفت. طيب كان فتحت لاحمد. اتفضل يا احمد. احمد قفل هو كمان يا جماعه. اتفضل يا احمد. ندى حسن. ازيك يا مستر؟ ازيك يا ندى عامله ايه؟ الحمد لله. ماشي علي صوتك شويه عشان هسالك. يلا باراليلوجرام ويز دياجونالز ار بيربنديكولار. رومبس. صح اهي اللي مش شايف اهي. طيب باراليلوجرام ويز تو ادجيسنت سايدز ار ايكوال يبقى ايه؟ رومبس. شاطرة. تو adjacent sides are equal اهي. طيب باراليلوجرام with diagonals are equal. rectangle. صح اهي. طب باراليلوجرام with diagonals are perpendicular. رومبس. شاطرة ضحكت كنت عايز اضحك عليها اهي. تمام يبقى من الاخر كده عشان دي هيجي عليها سؤالين في الامتحان يا شباب، هيجي عليها سؤالين الجزئية دي اتمنى ما تتنسيش. طيب بيقول لك بقى ايه؟ يبقى انا الباراليلوجرام ده لو عملت له تحديثه هيتحول لريكتانجل، لو عملت له تحديثه ثانيه هيتحول لرومبس. بيقول لك ان الاثنين دول لو عملت لهم كمان تحديثه هيتحولوا لسكوير. اللي هو ازاي يعني يا مستر رامي؟ السكوير عنده كل حاجه بس الشرط بتاعي عشان اقول في اجابتي سكوير يكون خد تحديثتين. يعني مثلا نقول عايز حد ما جاوبش. عبد الرحمن ياسر.
طب يلا يا رهف. ايه مصر روف عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. انا عايزك بقى تفهمي لنا زمايلنا كده وتدردشي معايا. لما يقول لي باريلوجرام وذ دياجونالز ايكوال يبقى ايه؟ دياجونالز ايكوال ريكتانجل. صح. لما يقول لي باريلوجرام وذ دياجونالز بيربنديكولار يبقى ايه؟ رومبوس. جميل. لما يقول لي بقى باريلوجرام وذ دياجونالز ايكوال and perpendicular يبقى ايه؟ square. صح. يبقى من الاخر كده السكوير بياخد كام ابديت؟ two updates. بياخد واحده من الريكتانجل واحده من الرومبس. خد الايكوال بتاعت الريكتانجل وخد البربنديكولار بتاعت الرومبس عشان ينفع اقول عليه سكوير. تاني 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 الريكتانجل يا شباب لو اديته تحديثه مش هيتحول لرومبس، هيتحول لسكوير. الريكتانجل ينفع يتحول لسكوير، الرومبس ينفع يتحول لسكوير، لكن الريكتانجل عمره ما هيتحول لرومبس، الريكتانجل عمره ما هيتحول لرومبس. يعني يا رهف لو قلت لك ريكتانجل وذ دياجونالز بيربنديكولار يتحول لايه؟ مش هينفع يبقى رومبس. تاني ريكتانجل with diagonals perpendicular يبقى ايه؟ سكوير. يتحول لسكوير، مش هينفع يتحول رومبس، لكن ينفع ريكتانجل لو اديته ابديت تحديث جديد يتحول لايه؟ لسكوير. لسكوير كمان مره. طيب رومبس with diagonals equal in length يتحول لايه؟ سكوير. صح. مش هينفع الريكتانجل.